وياكم فلان، وهاي الصوتية الأولى بعد العاشرة من عراقي بودكاست الموسم الثاني. كل واحد بينا يحب أنواع معينة من الموسيقى ويستمتع بها، لذلك أنا دائما أقول ماكو موسيقى مو حلوة مدام عندها جمهور. أنا أحب الراب كلش، وأحب أسمع الراب بهواي لغات ولهجات. أسمع راب أمريكي، راب فرنسي، راب عربي، والراب العربي بيه هواي لهجات وأنواع، أولد سكول ونيو سكول وتراب وهواي أنواع. وطبعا كل دولة عربية عندها الراب الخاص بيها. أكثر شيء يعجبني بهذا الفن إنه بدأ من الشارع، والحد الآن هذا اللي يصير. أي أحد يقدر يسجل صوته ويحط عليها بيت ويغني راب، بس طبعا مو أي أحد يقدر يطلع بشي حلو، لأن لازم يكون عنده الموهبة، موهبة الكتابة، موهبة المشي على البيت أو الإلقاء أو كلهم سوية. مثل الضيف مالتنا عنده موهبة خرافية، أستاذ الرد السريع، أبو جبهة وعزرائيل الراب العراقي، وهواي ألقاب ثانية حصل عليها من مسيرته الفنية القوية المليانة بيفات وأغاني هادفة وغيرها. لذلك أنا أحب أرحب بالرابر العراقي أرماندو. أهلا وسهلا بك حبيبي، وشكرا على الاستضافة. برنامجك شيء جديد وحلو، وإن شاء الله موفق. بداية حاب أعرف أكثر عن طفولتك وشلون كانت، وشلون انتهى بيك المطاف للراب، وليش الراب بالتحديد، مع العلم أنه عندك شغل ثاني. والله شوف، طفولتي يعني ما أقدر أقول عليها كانت طبيعية، ولا أقدر أقول قاسية، لأن مرت بمرحلتين. الأولى كانت بمنطقة تختلف وحياة حلوة وردية صراحة، يعني لحد سنة 97، بس بعدها لا، اختلف المكان واختلفت الحياة جذريا. وهنا يعني شلون أقول لك، بدت القساوة وحياة العمل والتأقلم من شيء لشيء. بس برأيي أنه المرحلة الثانية من طفولتي والصعوبة والتعلم من الشارع والعمل هو اللي هيئني لدخول عالم الراب، لأن الراب يعني مثل ما تعرف يعتمد بمواضيع عن الأحداث اللي تصير وياك. شلون هسه مثلا من سألتني عن طفولتي، أنا أوردي عندي تراك يعني بعنوان طفولة، اعتمدت وبنيت الموضوع من اللي صار وياي بطفولتي بالشغل والشارع وغيرها طبعا من الأغاني الهاتفة اللي تخصني شخصياً. أما بالنسبة يعني مثلا شغلي ما له علاقة بموهبتي، فهاي موهبة وذاك شغل، وبالتالي هذا الشيء والراب شيء ثاني. بس أكو هواي ناس يعني تأخذ موضوع الموهبة وتحاول تحوله إلى شغل، وأتوقع أنت ما بالضبط. لا يعني إحنا مثلا بالبداية لا، كانت مجرد موهبة يعني وعندي شغل. هسه لا، هسه صار هو موهبتي هو شغلي. بس احنا بدنا نحكي عن قبل، متى قلت لي طفولتك وشون بديت. صحيح. تعبان من يوم كنت صغير اجري واجري، اعمل اللي بجد متامل صاحب اجري على اللي اجري. طفل صغير اكد واعمل زائد هموم الدراسه، ما عش الطفوله صار وقت منامي هو الوناسه. احلم بي مع اصحابي العب وركض بخضار، قائد المجموعه اكون احس بلذه انتصار. بس مجرد وقت صغير اصحى فرحان ومتامل، بعد الحلم يبدي يومي وقت طويل من الحصار. وسط الشارع اللي في شغلي ينجمعوا عصر الاطفال، وانا لابس بدله عمل واشتغل بشق الاعمال. هم يلعبوا وانا العب معاهم، لكن بس بعيني ورب العمل يوبخني كم مصبح رجال. وانا ابكي من الداخل لسه وقت التعب بدري، شكل الحرمه اللي يقدر والتعب قضى يقدر. عشت الدنيا كلها قسوه وبزمن جدا حقير، كل ذنب جيت بعاد. زين، هل حاولت انه انت تطلع من العراق او تعيش برا؟ اكيد طبعا حاولت اطلع يعني، وصارت لي الفرصه صراحه انه اطلع، بس بوقتها يعني فكرت بالجوانب الايجابيه والسلبيه اللي اذا صارت لو طلعت. وصراحة يعني بحساباتي شفت شيء ما يفيدني إنه يعني السفر خارج العراق، وما راح يساعدني يعني شيء بوقتها، ما راح يطورني. وهي وجهة نظري طبعا يعني كانت. فشون أقول لك، أسست حياتي هنا ونهيت هاي الفكرة، والحمد لله يعني هسه الأوضاع مثل ما مخطط لها مشت يعني من بقيت. بس قل لي احتمال يجي يوم وتطلع، نقول لك حسب الوضع وقتها يعني وأقرر، لأن هسا أنا يعني عايش طبيعي يعني ما حاجة إنه أسافر برا على مود أكون نفسي أو أسوي شيء.
هنا كل شيء ماشي وطبيعي وحلو الأمور. يعني نتمنى أن يكون دائما الوضع يتحسن يوم عن يوم. لا الحمد لله يعني الوضع زين نقدر نقول عليه يعني تمام. أوكي جميل. يعني ما تتوقع أنه حيجي يوم وتقول يا ريتني سافرت؟ لا مو قلت لك يعني إذا أجى هذا اليوم فبوقتها شوف شنو هي الحالة اللي أنا عايش بيها فيجوز أطلع. لأن أنا هسا قلت لك يعني مثلا ما عندي شيء على مود أطلع، يعني عايش وطبيعي والحمد لله وشغلي ماشي وكل شيء ماشي ومؤسس حياتي يعني وبانيها وبناء صحيح. زين كلنا بنينا شخصياتنا من مواقف ودروس تعلمناها من هواي مواقف ساعدت على تأسيسنا وتأسيس أفكارنا. شنو أكو موقف بحياتك دائما تتذكره وعلمك درس وغير بيك شغلات؟ موقف والله شوف احنا يعني أنا بالنسبة لي أنا عايش بالعراق يعني وانت قيس بعد فأكيد يوميا موقف واتعلم من عنده درس. فبالنسبة لي يعني ما عندي فد موقف معين واحد أحكي بي وأقول هذا اللي غير بيه شغلات، لا هواي مواقف تعلمت منها صارت بحياتي دروس وهواي قاعد تصير لحد الآن ودا أتعلم من عندها. فما راح أحكي عن يعني المواقف لأن هواي، بس بالنسبة لأهم الدروس مثلا اللي تعلمتها من المواقف الخاصة اللي صارت بيه مثلا أنه مو كل واحد يضحك بوجهك هذا يحبك، والأهم ولا كل زميل صديق. وهاي ولا كل زميل صديق يعني خلي جوا كلمة صديق فد مليون خط. يعني أني هواي مرات يصير وياي موقف يعني يحسك انه انت كنت فتره كلش طويله انت دا تتصرف بطريقه مو هي هاي اللي كانت صحيحه او مو هاي المناسبه لهذا الموقف. بس انا فاهم انه مثل ما تقول انت عايش بالعراق فاكيد مريت بهوايه امور خلتك تشوف هذا الشيء. اي لا يعني تغير الحال طبعا من يوم اليوم، يعني يوميا دا يصير موقف لانه احنا مثلا بالشارع او بالعمل او باي مكان لازم تصير مواقف. فهالمواقف انا دا اتعلم من عندها صراحه واللي هسه، فماكو فد موقف معين لا، يعني انا اعتبر حياتي كلها فد مواقف يعني ودروس دا اتعلم من عندها. ولحد الان انا يعني كلش احب انه اتعلم، حتى مثلا مرات تشوف اكو رابرز يعني جدد هم يعني مو بقدمي مثلا يجي يقول لي فلان شيء ليش ما تسوي هاي، اخذ من عنده مثلا درس اوكي واطبقه وتمام وينجح وكلش حلو. هذا فتشي كلش حلو لانه دائما كل شخص عنده نظره معينه لكل موضوع. اكيد طبعا، يعني مثلا هسه انا والدسر انا دائما اسمع من دسر يسمع من عندي لان احنا مقربين يعني بالعمل بالشارع كل الوقت تقريبا احنا سوية، فدائما انا اسمع من عنده هو يسمع من عندي فاكو هواي عبر. حلو طبعا تحيات للدسر لانه عندكم دوتات كلش حلوه. الله يسلمك. زين انا ما كنت ناوي هواي اسالك عن الراب، بس راح نبدا باسئله راب شويه لانه اعرف اكو هواي ناس راح تتابع هاي الحلقه من محبين الراب ومن محبين ارماندو. اوكي انت عندك هواي اغاني ويا دسر مثل ما ذكرنا، وعندك اغنيه منهم تقول اكتب كلام اني واحذف لان ما حد فاهم كلامي. أنا عندي مشكلة حاب أطرحها بخصوص هذا الموضوع. أوكي. وأريد لها حل. كل ما أحد يركب وياي بالسيارة ويلقيني مشغل راب عراقي يقول لي شنو هاي الهوسة بدأ تسمعها وحط لنا أغاني عمالة وادم ومن هاي الأمور. مع أنه أنا كلش مستمتع بالأغنية وكلش تعجبني، وحتى حاولت أنقل ثقافة الراب للبيت، وحتى أخوي هم صار يغني راب. حلو. بس ما راح أقول منه أخوي طبعا. بس هاي المشكلة دائما أواجهها بتقبل الناس للراب، أحس إنه ما ينطون فرصة للأغنية أو ما يركزون بالكلمات وإنما يقعد يفكر شو وقت تخلص هاي الأغنية ويتفاجأ إنه الأغنية اللي بعدها هم راب. فما أعرف، فأحب أعرف شنو رأيك بهاي المشكلة وشنو حلها. والسؤال الأهم، هل أنت كتبت هاي الأغنية لهذا السبب لو كانت أسبابك شيء ثاني؟ أول شيء طبعا راح أجاوبك عن سؤالك اللي يخص هذا التراك يعني شلون انه نكتب وهيك، وهالجواب راح يلخص لك جوابي عن حل لهاي الظاهره او المشكله اللي انت قاعد تعاني من عندها وتواجهها واحنا همين كرابرز داخل المجتمع العراقي. خلينا نحكي
طبعا التراك كان اسمه هربي وتركيني. يعني انت من العنوان عبالك يعني مثلا واحد يحكي ويا حبيبته او صاحبته او هيك. حلو. فانا هنا اقصد عن الحروف والكلمات اللي قاعد اكتبها واتعب بكتابتها وبناء فكرتها، بالتالي اللي سمعوها ناس معدودين. فاقولها خلص يعني للحروف انه انت ما راح تصعدين وياي الا اذا غنيت تحشيش او مثلا موضوع ديني يمس الحاله اللي عايشها بوقت معين، مثل ما حكيت انا بداخل التراك. ليش هالحاله؟ هسه نجي للمشكله. يعني لان اول شيء ثقافه اغلب المجتمع العراقي وتحديدا فئه الشباب، يعني بالنازل مع احترامي، يعني طبعا ما اقصد الكل، يعني مثل ما تشوف انه الاهتمام بالتحشيش، تيك توك، الاغاني الخفيفه اقوى من الاهتمام بالاغاني او البرامج اللي لها معنى. صحيح. فمثلا حضره الشاب اللي صعد وياك مثل ما قلت ويقول لك شغلنا اغاني مال اوادم، طبعت ببالي هاي. انا هنا طبعا مو اضرب لك مثل، يعني مو احكي عنه شخصيا للي قال لك هالكلام، لان انا شخصيا هم مر وياي، يعني هم صاير وياي هذا الموقف. المهم هنا الاوادم عنده بمجتمعه السطحي اللي عايش بيه واللي مبني على الجدية والتحشيش والضحك، يعني عالمه عنده انه بس اصدقاء اللي يحششون وياه ويضحكون ويسمعون هاي الاغاني الخفيفه. فحل هاي المشكله صراحه لازم يكون هو المحاوله مرارا وتكرارا يعني ويا هذا المجتمع وعدم الاستسلام، لان لابد يجي يوم انه تكسب واحد من عندهم بعدها عشرة وكذلك. وصحيح المشكله يعني يراد لها وقت، بس يجي يوم وتنحل والناس تتفهم وتتقبل. يعني لازم، لان هذا اللي راح يسود الشارع، هذا الفن اللي راح يسود الشارع، وانا اشوفه يعني هذا الشيء راح يصير قريبا. لان هسه هواي اكو ناس يعني مثلا كانت ما تسمع راب ابد وما تحبه، بس لا هسه من قمنا نقدم اكو فد فايبات هسه جديده، لا قامت يعني تتقبل الموضوع. فان شاء الله هو يعني صحيح يراد له وقت بس تنحل هاي المشكله. هواي ناس هواي مرات اسمعهم نفس الاغنيه اكثر من مره، كل مره يصعدون وياي او كل مره يكونوا قاعدين، بعدين يقوم القي بعدين دي يسمعها اول وحده. اي يشوف يعني هاي يعني انه انت تحاول ويا راح يعني هو هذا الحل، انه تحاول يا مو تعوفه. يعني مثلا اذا هو مثلا صديقك و24 ساعه وياك مثلا طلعون بالسياره وتقعدون بالبيت او هيك، فاذا سمعته مره وشفت يعني تنرفز او حكى وقال لك شغلنا يعني مال اوادم، فالتحاول بعدين تشغل مره لاخ مره لاخ مره لاخ، لابد انه اكو شيء راح يعجبه، واذا عجبه شيء واحد راح يدخل يعني لهذا العالم. وعلى فكره قبل شوي يعني من حكيت على اغاني التحشيش، انا ما اقصد فد رابر معين او شيء، يعني لان اكو رابرز يعني دي يغنون طريقه تحشيشيه بس يعني دي يقدم فد فكره. ف صح دي يجيبوننا ناس يعني من خارج اطار الراب، خارج اطار الاندر جراوند، خلينا نقول دي يجيبوننا ناس وخلف الله عليهم، يعني انه دي يقول اكو راب عراقي، وفعلا ناس دخلت لنا وعرفتنا من ورا كم اغنيه مثلا تحشيش، لان هذا يكتب راب عراقي ايش يطلع له؟ يطلع له هواي انواع يعني من الرابرز، فيدخل يسمعهم واحتمال تعجبه الأغنية، فأنت ده تحكي لي عن ملايين، فخلي من هاي الملايين فد 10,000 أو 1,000، حتى لو 1,000 ترى 1,000 هم رقم مهول. صحيح. وغير هيك إنه أكو هواي ناس ما تأخذ الموضوع إنه ما تشوف الراب فن جدي، يشوفوا إنه أو هذا ما ده يعرف شو يسوي فيروح يغني راب، بالعكس الموضوع كلش صعب. لا بالعكس، ترى هو فن الراب ترى صعب يعني كلش، لأن مثلا أنت تخيل يعني مثلا عندك الطرب مثلا يجي فلان من المطربين، كلمات فلان، ألحان فلان، التوزيع فلان، التسجيل فلان، الهندسة فلان، احنا هنا كل شيء نسويه بدينا. يعني مثلا أنا أقعد أتفق ويا ملحن أقول له أريد هيك لحن، لأن أنا باني فت فكرة، راح يعطيني اللحن مات يعني اللي هو التوزيع بعالم الطرب، راح يعطيني التوزيع، راح أقعد ألف عليه وألحن عليه وأجي أسجل وأهندس، يعني كله بيدي. فالموضوع أصعب من الطرب صراحة. صحيح. خصوصا أنه ماكو اندستري أو ماكو
قاعدة هواية بالدول العربية أو بالعراق لتسجيل هاي الأشياء، فلازم واحد يسويها بمجهود شخصي أكثر فيصير أصعب. بالضبط. يعني أنا أغاني كلها لحد الـ 2016 كنت أغنيها بالبيت، بعدين 2016 ل18 كان عندي يعني استوديو أوكي، بعدين ورا 18 هم رجعت للبيت وكذلك. فالمستمع ما يحس أنه أنت وين مسجل، ليش؟ لأنك احترافية بالموضوع، فهذا الشيء ترى صعب يعني مو سهل. صحيح. شكرا على اللي تقدمه، يعني تقدم أشياء كلش حلوة. حبيبي حبيبي أشكرك. زين، السؤال، منو قدوتك بالراب؟ قدوتي بالراب يعني اللي دخلت على مودة من الراب لو شنو يعني، لو او يعني شخص سمعته خلاك تحب الراب، خلاك تريد تغني. والله شوف، انا يعني قبل مثلا يعني مثلا كنت اسمع من مكادا، انا ما صراحة يعني مو كلش افتهم الكلام الاجنبي، بس ما كنت أدري أكو راب عربي. المهم، ف يعني قدوتي برا كأداء أمنم كلش كنت أحب أداء، أحب أسمع له يعني. إيه حلو يغني. أي. وإذا عربيا فأكيد أحمد مكي. نايس، أحمد مكي. أي. لأن أنا مرة شفت على يوتيوب فيديو دي يحكي عنك، دي يقول إنه قدوتك بالراب ناينزي. بالراب العراقي، أول أغنية سمعتها بالراب العراقي ناينزي. هي أول أغنية سمعتها، بس مو معناها أنه هو قدودك. أول أغنية سمعتها، أي أول أغنية سمعتها، لا بالعكس، أنا يعني أحبك رابر ناينزي، لأن أول أغنية سمعتها إلا وحبيتها ودخلت العالم الراب، يعني عرفت أنه أكو راب عراقي وأكو فد مجتمع خاص، فأنا ما كنت أدري أنه أكو راب بالعراق أصلا، لأن أنا يعني مثلا من كنت أسمع منهم كنت أسمع بالسيدي هاي يعني قبل. بعدين من سمعت أحمد مكي يعني شفناه بالتلفزيون إحنا من خلال الأفلام بعدين من عرفت إنه أكو راب عربي يعني غير أحمد مكي، مثلا كانت أكو فد شو اسمه منتديات تنشر، مو منتديات خاصة بالراب، لا منتديات طبيعية بس تنشط العرب غيره، ما أعرف إذا سامع بيهن أو لا. إيه وشكو ماكو وذولا. إيه اها بالضبط. فاي مره نشروا هم تراك الواحد عربي، والله ما اعرف انا صراحه خليجي هو، سمعته ومره نشروا الواحد اعتقد اسمه والله دقيقه اسمه المرفاوي شيء جمعه ابو جمعه المرفاوي هيك شيء، فشنو هذا يا شباب منين هذول، هذا راب يعني دي يغنون، قالوا انه اكو راب ترى. وبعدين دخلت يعني من خلالهم يعني قمت اسمع يعني اكتب مثلا راب خليجي داخل المنتديات، ما يطلع لي صراحه لحد ما ورا فتره طويله طلع لي تراك الرابر اسمه مكاوي. هنا انا عاد بعدين ورا تحولت للعراق اللي هو اول واحد سمعته ناينزي، بحثت عن الموضوع وطلع اكو منتدى اسمه يعني راب داش العراق. دخلت لو شفتهم ودخلت لهذا العالم. كان ناينزي وجي فاير وجوي. نانزو جاي فاير اي جوي همين، لا جوي يعني بعدين عرفته يا يعني جوي يمكن اول واحد سمعت العراقي. لا انا بعدين سمعت له كلش يعني، وبوقتها زعلت كلش من عاف الراب وبطل. اي هو هسه رجع همين. صدق ما سامع له. اي بس ما رجع يعني كاستمرارية اعتقد، لان يعني شمر تراك واختفى بعدها. نتمنى يرجع ان شاء الله حتى يزيدون الرابرز العراقيين. اي مو هو باوع، شوف مو هو هسه حتى من رجع مثلا، رجع قدم المحتوى اللي كان يقدمه سنه 2010 و11 و12 اي ف يعني تقريبا انه الجمهور ما تقبل هذا اللي شفته اني، يعني جوي اني اتذكر بسنه 2011 وال12 كان مقبول جدا بالشارع. صحيح. يعني كان اذا اكو واحد يسمع راب وما يعرف انه اكو راب عراقي فهو يسمع بس جوي، ما يعرف بس جوي. فحاليا لا، تطورت الفكره وصار غير شيء، فمن رجع بنفس التايب ما لا يعني ما لاقى اي انتشار. يمكن لهذا ما وصلني الموضوع، لانه اكو
شلون صار جاب بين يعني اللي من عاف الراب والتطور اللي مر به الراب. بالضبط اي بالضبط. اوكي زين، اني اسمع راب سعودي ومصري وكويتي وخليجي اردني، هواي اسمع راب. وجد حاب اسالك عن بعض الاسماء واعرف رايك بيهم. اوكي. وراح ابدا بدسر. دسر طبعا صديقي ورابر المفضل. يعني انا احس بالرابر الصح بالبلد الغلط صراحه، يعني اللي دا يقدمه صعب وحلو مرتب بس ما دا يلاقي يعني انتشار على الأسف. يعني صحيح، يعني عنده أغاني هواية كلش تعجبني بس ألقي عليها الفيوز كلش أيه. قليلة ايه، فهاي مشكلة كلش كبيرة، انه مثل ما قلنا قبل شوي انه المجتمع ما دا يتقبل هذا الشيء. يعني هو مثلا عنده أغنية تراك الدور، دور التراك عظيم حلو. يعني كتبه من كل إحساسه وكان تصوير احترافي وكل شيء بكامل. فتفاجأنا لما نشره يعني للشارع، يعني لما نشره أكو فتبيج نشره، كانت التعليقات يعني سلبية. يعني هذا اللي يقول له هذا مشط على مود يشوفوه هو حلو، وهذا اللي يقول له هذا ليش هلقد حزين، وهذا اللي يقول له هذا، يعني ماكو فد تعليق حلو مرتب اي خليه يعني يستمر بطرح هذا الفايب. مع العلم يعني اذا انت تشوفها مثلا باليوتيوب ماكو ولا تعليق سلبي، ليش؟ لان بس جماعه الاندر جراوند ايه. والناس اللي تفهم انه اللي يعرفون دسر اللي محصورين. بالضبط، بس الناس اللي تفهمه. فانا اشوف صراحه يعني الرابر الكل الصح بالبلد اللي كلش غلط. اي والله اتمنى يكون اكو جمهور يتقبل هاي النوعيه من الاغاني، لانه لا ما قلت لك يتقبل بس يراد وقت شويه. اي بالضبط، يحتاج شويه. اكو ناس اكيد يعجبها هذا الشيء بس هي بعد ما وصلها اصلا. اي بعد ما وصلها بالضبط، اذا وصل لها يعني تتعمق به. مو قلت لك الناس تحب الشغلات الخفيفه والتحشيش وهاي، واحنا صراحه يعني ما نقدر نقدم يعني هيك شيء، يعني حتى اذا قدمناه فنقدمه يعني مثلا شلون ما تقول مرة بالسنة منضل، يعني مثلا يوميا نقدمه ونستمر بي ونلزق بي، ما نقدر. صحيح. ما تقدر تخلي روتينك. لا بالضبط. هو دسر عنده روتيشن حلوة وعنده سنيكس، هذاني أكثر شيء أسمعهن إله. إيش وعنده ملاحين بالأغاني الخالدة، يعني ترند من أول ما نزلت ليها سب عقلي، ترند بعقلي يعني ما أقدر أعرفها. حلوة. هواي سمعتها. إيه ودائما نشغلها بالسيارة ومخليها بالتليفون. إيه وأكثر أغنية أي. تعجبني لك وإلى سوية اللي هي أصول أو أصول. أصول حلوة صحيح. هاي يمكن سمعتها كلش هواي، بحيث سبوتيفاي عندي من نطاني اللي هو الأناليسيز مال آخر السنة طلعت لي أكثر أغنية سامعها هي هاي. أي حلوة كانت صحيح. دنيا تلف دنيا تنطح ضوك، دنيا تلف حلق لفها تروح، تنزل تحت تعبنا وصلنا فوق، بدينا بصف دنيا تدور. دنيا تلف دنيا تنطح ضوك، دنيا تلف حلق لفها تروح، تنزل تحت تعبنا وصلنا فوق، بدينا بصف. أنا المريض المالق انعاش، أنا الذكي اللي وقف قصاص، أنا الساكت بوسط كل نقاش، أنا الداهي اللي يقولوا غشاش، ذاك الصامت والحزين، ذاك الوحيد السجين، أنا أخوك اللي بوتك بعده يضحك وتاني صابت لألف كمين. زين نلتقى الرابر ثاني وهو كلاش. كلاش يعني مثلا خلنا نحكي كبداية، بالبداية يعني من كنا نسمعه كان أوكي وحلو وتمام، بس أنا دا أحسه يعني حاليا هو عالق بالفترة اللي ابتدى بيها، يعني هذا انطباعي عنه حاليا. أيه يعني إنه ما متطور، يعني تراكاته تقريبا نفس الرتم نفس الألحان نفس حتى الأداء، فأنا أعتبره يعني عالق بالفترة اللي ابتدى بيها. مع العلم أنا يعني مو أكرهه،
ولا أحبه يعني عادي طبيعي رابر. بالعكس يعني مني نزل التراك أسمعه مرة أشوف شنو شو مسوي، بس بعدها بعد مستحيل أقدر أسمع التراك مرة ثانية. يعني مع العلم هو كان عنده تراك قديم أعتقد اسمه ميت فلو أو ميت بار. ميت بار. ميت بار. آه. ميت بار كان كلش حلو يعني بوقتها، يعني إنه تقدر تسمعه بعدة أوقات. إيه مع إنه تراك طويل. عكس الجديد إنه تسمعه مرة واحدة، إيه تسمعه مرة واحدة بعد خلاص. صحيح. صحيح. أو لاحظت شغلة بكلاش إنه دائما يحب يذكر إيش كم سنة صار له. أني هل قد طولت. إيه مو مشكلة، بس يعني مو بكل تراك. صحيح. يا بس هو أي. يظل رابر كلش مهم بالراب العربي. لا طبعا لا يعني هو حتى موفق باختيارات اللي هو يختارها ضد الخصوم، بس قلت لك يعني نفس الرتم عبالك، نفس الحكي، نفس ال من يوم يتعس يا حد يجي في طريقي وهم يدروا قالوا اعداء كثار يا شيخ خليهم يسروا ترى في ميزان الرجال كل اللي قدروا قدر اي واحد فيهم اني اعتني فكره اقطع اعدائي كما تركب الفرس. زين ما دام حكينا عن كلاش، سلومو سلومو صراحة أنا كنت ما أعرفه يعني قبل، بس يعني عرفته من سوى فقرة ملك الراب السعودي. بصراحة هذا الشيء يعني هو سلومو يعتبر صاحب ثورة بتقدم الراب يعني داخل السعودية. أنا أحسه هو اللي وصل الراب لهاي النقطة اللي هم سبيها، يعني صارت مشاهداتهم بالملايين. إيه. فأعتبر صاحب الفضل على الكل سلومو، يعني على كل الرابرز السعوديين والساحة السعودية. يعني هذا اللي أنا أحسه وجهة نظري يعني. يا أنا شايف دا أشوف وجهة نظرك من هذا الشيء، لأنه إجت بهاي الفترة هو قام يسوي أغاني أو تراكات مو بس للجمهور الراب. بالضبط. قام يجيب مواضيع. هو طلع خارج الصندوق ترى. صحيح. أي ويعني وغناء مختلف. ما تشوفه يعني يغني عبالك نفس الأغنية ونفس الهاي، لا طلع بتايبات جديدة، طلع بفيديوهات جديدة. هي سالفة الفيديوهات اللي صعدت الراب السعودي، وأول ما بداها هو شو اسمه سلومو. تسمع مين اقدر اعرف مين انت، وان كنت متابع واعي ولا تابع للخير انت يهمك تسمع فن وتفهم ايش بيصير، ولا بتدور على المشاكل تبغى جو سب وتشهير، واذا سمعت رابر جدير هل حتظهر له امتنانك او حتسبه لانه ضد رابر تحبه كانه خانك، واذا لقيت الحق قدامك لكن الكذوب مشهور هل حنشوفك مع الحق ولا في طابور شهادة زور زي الفنطل الدافور يلف يدور عشان زين. فورتكس والله فورتكس يعني أني يعني ألخص بكلمة موهوب. فورتكس حلو ودائما يقدم أشياء يعني مميزة ويتعب على شغله، واحد رابر متكامل يعني. مثلا هو حتى من يشتغل أكو تراكات إله عدل التسجيل والهندسة، وحتى هو اللي مصورها ومنتجها. وشفت هالشيء ويا إحنا بتراكنا جواب الأسئلة، احنا صورنا ودزينا له خام، هو اللي منتج وهو اللي هندس همين يعني هندس لا هندس بس كورس وقتها كانت الهندسة مال اي سي فور مال بارتات. اي بس يعني شغله حلو مرتب وموهوب يعني كامل. صحيح. اغاني كلش حلوة. كلش حلوة وكل أغنية تختلف عن الثانية تماما. ما بالضبط. هو يعني يحب يطرح فلوات حدك فاشل الصولات عادي ترى والله جوكم عادي حسستوني غير سون الفيل دوب الويل موت جام. You're no dinosaur, you're too weak for that kind of bore. I will force you to suffer, that I'll be nicely shown. A chopper spinal cord on a fiber board by the shore. Bite a slice or more, eat your flesh carnivore. Dinosaur, you have skills, I have more. Praise the Lord, they got to what I got to fam. Face them all, hate them all, hey. I grind you suck, don't talk about my luck. Bend short. Do you want to gargle my nuts? Okay, lyrical. Lyrical, يعني تقدر تقول صوته مميز بتراكاته الهادف. يعني من أسمع الهادف مو مثل ما أسمع لدس صراحة. الدس يعني أشوفه شيء نمطي مني قدمه هو، بس الهادف ما تلا مختلف وحلو ونبرة صوته حلوة يعني. والبيف البيناتكم كان فجي. أي كان حلو خوش بيف.
صراحة. ما نسيت وشفت كل شيء من أسوأ الناس تيجي وتتكلم علي. ما نسيت ناس تأكل لحمي نيها وأنا ويكس. ويكس طبعا ويكس فنان ويعرف يختار الموضوع المناسب الوقت المناسب. يعني أحسه يعني شون مخطط لكل شيء، يعني بحيث هو عنده تراكات قديمة ذاكر بها أشياء راح تصير بي وفعلا صارت. يعني أبسط شيء ذاك اليوم نشروه له، قالوا عند حفلة بباريس وعنده تراك يقول يعني يحكي بهذا الموضوع، يقول امتى يا فرنسا وامتى روح باريس. إيه. يعني حقق هذا الشيء. فأنا يعني أحسبه فنان ويعرف يختار مواضيعه المناسبة بالوقت المناسب. يعني شون مثلا من نزل هاي التراك الخفيف اللي هو شو اسمه البخت، لا لا قبل شكشوكة عامل كيفي كده. كيفي كده يعني نزلها بوقت اوكي الناس حابة انه تسمع هيك شيء، وراها نزل البخت يعني انقلب الدنيا. ناري كان البخت. فانا اعتبره فنان صراحة، فنان متكامل ويستاهل هذا الصعود اللي والوصول اللي وصل له. نتمنى نشوف رابر عراقي يصعد هاي الصعدة القوية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. هي قلت لك حسب المجتمع، هم مجتمعهم شوية يتقبل الراب. مثلا هم عندهم أبسط شيء الإعلانات اللي سووها بالتلفزيون يعني يجيبون رابرز، يعني هم يخلوهم يمثلون، هم يخلوهم يطلعون بالإعلان، هم يخلوهم بصوت. يعني هواي منطين مساحة للراب، عكسنا إحنا ما أصلا يعني بالمجتمع العراقي ما كفد مساحة للراب أبد. وحتى إذا صارت هاي المساحة، إذا صارت هاي المساحة فصير فد منطقة معينة وضيقة كلش. يعني شون مثلا، وأنا ما أريد أذكر اسماء أخاف هسه يقولون يعني عنده مشاكل ويكره هاي الناس. يعني مثلا عندك برنامج ولاية بطيخ، أوكي جاب الراب بس ما جاب فد مواضيع يعني تمس، جابه بالتحشيش فلوس دولارات أذب على نفسي يعني هيك هاي السوالف. إيه فكان المفروض لا. يعني شو مثلا عندك البشير شو من جاب أيمن، جابه أوكي فكاهي ساخر بس بأشياء يعني سياسية وأوكي مرتبة كلش. صحيح أكو هدف منها، كانت إيه أكو هدف من عندها بالضبط، مو يعني مو بس تحشيش. فاحنا من نوصل لهاي النقطه انه يجيبك يستفاد من عندك المجتمع هنا، لا يعني راح يصعد الراب مو بس تحشيش. يا هو هذا اللي ينشر اصلا الاغنيه ويخليها تنسمع باكثر من مكان، اللي هي تكون لها علاقه بالناس اللي تعيشه. بالضبط. ما تامنيش انك حتسيبيني في حاله وترجعي لي في نفس الحاله. زين أمسي هوك أو خطاف؟ أمسي هوك والله شوف أمسي هوك أنا سمعت التراك اللي بيفه ويا حمرابي فقط يعني لا غير. و المحفل والله ما أعرف اسمه يعني، بس إنه كان بيف وسمعت الطرفين. فأنا بالنسبة لي يعني عادي، لا عجبني ولا ما عجبني يعني أوكي سمعته وخلص. بس يعني شلون شو أقول لك، يعني أكو هواي أحسن من عنده يعني بالراب المصري. اي الصراحه نفس الاحساس جاني هذا، ولهذا جد اسال لانه انتشر كلش هذا التراك بس شفته يعني اوكي نسمع مره مرتين تعرف المعلومات البي وخلص. اي بالضبط انا يعني سمعته هي مره وبعد ما رجعت سمعته، لان سمعت يعني دس شو اسمه حمرابي وانتهت. زين احمد مكي. احمد مكي طبعا تلخص كلمه واحده الأصل. يعني أنا أشوفه أنه هو أصل الراب وأساس الراب والراب المصري. يا تحس أنه هو السوالة سوق. بالضبط طبعا، يعني هو اللي يعني كان حتى ماكو جمهور للراب، هو متمسك ويغني وهو اللي نشر الراب صراحة. صحيح أنا يعني حتى أكو أغاني يعني أهلي سمعوها وأهلي كبار وهذه سمعوها. لا الكل يسمعون أحمد مكي، مستحيل يعني واحد
يعني يسمعه ويقول لا ما حلو، لا هو شيء يعني متكامل، هو فنان بعد، هو أصلا فنان متكامل. زين سينابتك. سينابتك والله شوف أنا يعني سامع لك كم تراك، أي يعني هو صوته مميز نقدر نقول، يعني حلو خوش خوش رابر، صوته مميز بالنسبة لي، بس أنا ما سامع له كل شهواي صراحة. أنا صراحة يعجبني كلماته أكثر مما صوته، هو صوته شوية مو كل الناس تتقبله بس الكلمات كلش قوية. أنا واحد من الناس اللي تقبل صوته، اللي شفته مختلف يعني إنه هذا ذاتري، يعني مثلا تسمع شيء مختلف أوكي تسمع، يعني سامع له تقريبا لو 6 لو 7 تراكات لا غير. أي فمواضيعه حلوة طبعا أكيد، عنده تراك بين عالق بذهني بالله للسوائف شو كب يعني بوجه الاكتئاب أو هيك شيء، ما أعرف اسم التراك صراحة، طلع قدامه وسمعته هذا حبيته يعني. توقع اسمه أم الموجات؟ والله ما أعرف اسمه صراحة، بس حلو عجبني يعني كلش. زين بيك سام. بيك سام نقدر يعني نلخص الإجابة عنه نقول عرف وين يلقى نفسه. خش خش وصف. اي والله ايه، لأن من كان بالدسات وبهاي الأشياء كان حلو كلش، بس جمهور الراب كان يسمعه، بس جمهور الراب بالضبط، بس هو يعني خلي نقول اخترع نفسه ولقى نفسه وين بيا مكان، فبالموافقة إن شاء الله. باد بوي. باد بوي بالتوفيق له بحياته خارج الراب. زين آخر واحد كريستال مان. كريستال مان يعني هم نقدر نقول عليه طموح أول شيء ومبدع، من أوائل الملحنين بالراب العراقي، وأنا شخصيا أعتبره فنان يعني، لأن يسوي لك شيء من اللا شيء خرافي. كريستال مان كلش تعجبني الحين. خراف كلش حلو يعني، وهو يعتبر ثورة الملحنين بالراب العراقي يعني، لأنه هو اللي بدأ بالموضوع، وهو يستخدموا الألحان مالته يعني، مو بس احنا هنا بالعراق، هو يمكن أول واحد غنى على الألحان، أنا أعتقد يعني أعتقد يعني أنا غنيت على الألحان أول شيء، وبعدين لا قاموا يستخدموها يعني الخليج، مثلا عندك شيبوبة عنده لحم من كريستال مان حلو، عندهم تعاون ويا كلاش وغيره وغيره، فكريستال مان طموح ومبدع وإن شاء الله يعني يقدم بعد الأفضل والأفضل، أنا دا أشوفه العفو حاليا عنده يعني حتى دا يطور من نفسه، دا يحاول يدخل بغير تايبات، أي فكلش حلو أشوفه إن شاء الله، نشوف منه ألحان حلوة بالمستقبل مثل قبلهن إن شاء الله إن شاء الله، لا إن شاء الله الأحسن همي إن شاء الله إن شاء الله. زين سؤالي الأخير، شنو تعلمت من الراب؟ هو أنا الراب بديت من أول ما شبيت يعني والحد الآن يعني، فتقريبا حياتي صارت أغلبها للراب أوكي، فإحنا راح نرجع لنفس السؤال الشخص اللي سألتني إياه بالبداية، إنه شنو تعلمت أنت من حياتك أو هيك، فأنا حياتي أعتبرها الراب، فجوابي راح يكون نفسه إنه والله إنه مو كل واحد يضحك بوجهك يحبك، ومو كل زميل صديق، ولا هالمرة لازم تخلي جوا كلمة صديق فد مليار خط من الصدق. فهذا اللي تعلمته من الراب، إنه دائما إحنا يعني تعاشر زملائك يعني بالفن، وتحس بصديق بالأخير يطلع يعني لا صديقك ولا يعني جايك على مود مصلحة فقط يعني، ذاك من ذاك اللي يطلعهم من الراب، شوفوا مثلا دسر باقي أعضاء جروبي يعني، بس هذول اللي أنا أعتبرهم صداقة، فهذا اللي تعلمته من الراب، إنه مو كل واحد يعني تشوفه يضحك لك وأوكي وما أدري شنو هذا صديقك. زين تتوقع إنه هيجي يوم ويكون أكو بيف بينك وبين دسر؟ بيف بينه وبين دسر لا مستحيل. مستحيل يصير يعني، لأن دسر شاقل لك يعني مثلا إحنا يعني عايشين سوية، فيعني هالشي مستحيل يصير يعني، إحنا سوية عايشين، مو مثلا تقول هو مكان وأنا مكان، مثلا هسه تقول لي مثلا شون خلني نجيها مثلا ويا باد بوي، مثلا باد بوي من صار البيف باد بوي يعني مو ياي 24 ساعة، باد بوي مثلا طالعين أنا يافد 4-5 مرات روح 10 مرات، وهو بجروب مختلف وأنا بجروب مختلف، فما كنا نلتقي هواي، ما عدنا فد شراكة
هو كان معرفة أكثر مما هو صديق. آه بالضبط. أي مو أنا إيش قلت لك؟ قلت لك مو كل زميل صديق. صديق. أي فهو كان زميلي يعني مجرد إنه أوكي ننزل سوي أو هيك. دسر لا دسر مو دسر زميل وصديق وأخ. جميل جدا. إن شاء الله دائما نشوف دويتوات سوية. الله يسلمك. وفي إن شاء الله حلوة. لا إن شاء الله عندنا هواي أعمال يعني بالجايات. إن شاء الله أنا متحمس أسمعها. إن شاء الله إن شاء الله. أوكي. تحب تقول أي شيء للجمهور؟ أي شيء أخير قبل ما نقفل الحلقة؟ والله أحب أقول لهم يعني مثلاً انتظرونا ولا تحكمون يعني بسرعة إنه إحنا سد نقدم شيء لأن عندنا هواي أشياء غريبة ضاميها نطلعها بوقتها وهواي أعمال. لا تحكمون من عمل واحد على الرابر، لا انتظروا شوف إيش راح يقدم وبعدها أحكم. بس هذا الشيء. رسالة جميلة جدا ولازم الكل يحاول يعطي فرصة للراب وأكيد راح يلقي شيء يعجبه أنا متأكد. أي لأن إحنا يعني مثلا قبل فترة الناس تقول مثلا ليش ما تطلع من الصندوق وتغني غير الأولد سكول؟ من طلعت خارج الصندوق وغنيت غير الأولد سكول رجعوا يقولوا لي أنت ليش ما ترجع للأولد سكول؟ بعدين صارت فئتين، ناس تقول لي غني بس أولد سكول، ناس تغني بس نيو سكول. فأنا دا أقولهم انتظروا، أنا عندي هذني كلهن، أنا عندي من الطرفين. فأنا من أطرح لك هيك مو معناته أنه أنا بطلت هذا، من أطرح لك هذا هم مو معناته أنا بطلت ذاك. فبس انتظروا، هي راح تنزل هواي أعمال يعني، لأن إحنا نحضر ما السنة اللي قدام صراحة. خوش تحضير والله. أي والله إحنا محضرين ما السنة اللي قدام، يعني حتى لو يعني أكون نصهن مسجلات نصهن لا بعدهن، بس الأفكار جاهزة وتقريبا الليركس يعني نصها جاهز. جميل جدا، متشوقين نسمع هاي التراكات ونشوف إبداع جديد من أرماندو إن شاء الله. شكرا أرماندو على تواجدك ويانا وقبول الاستضافة. أنا اللي أشكرك حبيبي على الاستضافة. حبيبي تدلل. حبيبي حبيبي تسلم. الله يسلمك. شكرا. شكرا لك. يطلع اللي يعجبهم سهل وتحشيش كامل مفيد. أكتب كلام أنا بحذف لأن ما حد فاهم كلامي، بدل ما يأيدوا حلمي خرجوا هدمولي حتى أحلامي. تشبث بيدي الحروف وأنا كلها يا وصف ضعتي، أنا في مكان غلط هذا مكاني هو اللي أنهاني موهبتي. ناس داعي بلا دراية كأني بتكلم بيني وبيني، شوها والشي الوحيد يلا أنا أحب أنزله من عيني. يا حروفي هربي تركيني ما بنفعك صدقيني، فيديو راح تنطمري تركيني رقصي أو غني الراب الحسيني.